السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل على الدرس الخامس الصف الرابع الابتدائي من كتاب الأضواء، معكم مس أسماء عبد المجيد، ونبدأ مع بعض. أول سؤال: اكتب مضاعفات الأعداد التالية بدءا من العدد نفسه حتى تصل إلى أول سلاسل مضاعفات مشتركة. هناخد مضاعفات العدد 3 ومضاعفات العدد 5، وبعد كده بنجيب المضاعف المشترك ما بين العددين. هناخد العدد 3، هزود 3، أدي 3، زود 3 6، زود 3 يبقى 9. 3 في 3 ب9، 3 في 4 ب12، 3 في 5 ب15، 3 في 6 ب18، 3 في 7 ب21، 3 في 8 ب24، 3 في 9 ب27، 3 في 10 ب30. تمام، نغير اللون ونكتب التاني. ناخد مضاعفات العدد 5، اولنا 5، 5 زود 5 تبقى 10، زود 5 تبقى 15، زود 5 تبقى 20، زود 5 25، زود 5 تبقى 30. تمام، ايه المشترك هنا؟ ايه المشترك بين العددين؟ عندي هنا 15 وهنا 15، يبقى اول مشترك عندي ال 15. بعد كده عندي هنا 30 وهنا 30، يبقى المشترك التاني ال 30. تمام، طبعا لو كملت هتلاقي في مشتركات تانية، وعايز ايه اول 3 مضاعفات مشتركة. ناخدنا الخمسة والتلاتين، طبعا هو اصلا مفيش مكان نكمل، خدنا الخمستاشر والتلاتين، هنا مفيش خمسة. تمام، هنا لو كملنا مضاعفات 33 مش هتبقى موجودة في مضاعفات العدد 5، لكن 36 برضو لا. احنا قلنا ايه؟ 36، 39 لا، 41 لا برضو، يبقى لسه معانا ال45. هتقبل على الخمسة وتقبل على التلاتة، هاخد ال45. ناخد مضاعفات العدد 5 و10. مضاعفات العدد 5 هزود 5، هاخد الخمسة وازود 5، 5 10 15 20 25، او الواحد في 5، 2 في 5 ب10، 3 في 5 ب15، 4 في 5 ب20، 5 في 5 ب25، 5 في 6 ب30، 5 في 7 ب35. وتعال نشوف مضاعفات العدد 10. اقولك 10 زود 10 20، زود 10 30، زود 10 40. المضاعفات بقى المشتركة ما بينهم، عندي هنا 10 وهنا 10، اي حاجة اولها صفر هتلاقيها مضاعفة مشتركة، وال20 وال30. وندخل على السؤال اللي بعد. مضاعفات العدد 2 والعدد 6، عشان اضعف العدد 2 زود 2 او اكتب جدول الاثنين. تمام، اولك 2 زود 2 4، 2 في 2 ب4، 2 في 3 ب6، 2 في 4 ب8، 2 في 5 ب10، 2 في 6 ب12، 2 في 7 ب14. خد مضاعفات العدد 6. بسم الله، مضاعفات العدد 6 ابدأ بال6، هنبدأ بالواحد في 6، 2 في 6 ب12، 3 في 6 ب18، 4 في 6 ب24. ناخد اول 3 مضاعفات اللي اشتركوا هنا وهنا. بسم الله، عندنا الستة، 6 هنا وهنا، وعندي ال12، وعندي هنا كمان ال18 هتقبل معاك، هناخد ال18 هتقبل على الاتنين، و24 هتقبل برضو على الاتنين. ناخد مضاعفات العدد 6. مضاعفات العدد 6 زود 6، مضاعفات العدد 6 هنزود 6. بسم الله، 6 زود 6، 2 في 6 ب12، 3 في 6 ب18، 4 في 6 ب24، 5 في 6 ب30، 6 في 6 ب36. تمام، ناخد بقى مضاعفات العدد 8. 1 في 8 ب8، 2 في 8 ب16، 3 في 8 ب24، 4 في 8 ب32، 5 في 8 ب40. هنا احنا وقفنا عند 36، هو عايز اول 3 مضاعفات. عندي هنا بسم الله 24، 24، 24، 24، وهنا 6 في 8 ب48، هتقبل هنا وهنا 48. ولو كملنا هنجيب المضاعف التالت، مثلا احنا هنا وقفنا عند 48، 6 في 8 ب48،
يبقى معانا كمان ال72 اللي هي 6 في 9، 6 في 12 ب72، و8 في 9 ب72. ناخد مضاعفات العدد 4. بسم الله نبدأ بال4، زود 4 تبقى الواحد في 4 ب4، 2 في 4 ب8، 8 3 في 4 ب12، 4 في 4 ب16، 4 في 5 ب20، 4 في 6 ب24، 4 في 7 ب28، 4 في 8 ب32. ندخل على 2، نغير اللون بقى عشان نشوف مضاعفات العدد 2، 2 زود 2 4، زود 2 4 6 8 10. تعالى ناخد بقى المشترك، المشترك هنا 4، وعندنا كمان بسم الله 24، 24 هتقبل على الاتنين، هتبقى من مضاعفاتها، هاخدها معاها. تمام، هناخد ال24، هي فين ال24؟ اهي ادي 24، وعندنا كمان 28 برضو عدد زوجي، هتقبل على الاتنين، هتلاقيها مع جدول الاتنين. تمام، وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. هنا مضاعفات العدد 3 ومضاعفات العدد 9، وعلى فكرة في هنا 8 ما كتبناهاش اهي، وفي 8 كمان. يلا ناخد مضاعفات العدد 3، وبس عشان الاماكن صغيرة، 3 الواحد في 3 ب3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9، 3 في 4 ب12، 3 في 5 ب15، 3 في 6 ب18، 3 في 7 ب21، 3 في 8 ب24. وتعالى ناخد مضاعفات العدد 9، الواحد في 9 ب9، الاتنين في 9 ب18، 3 في 9 ب27، 4 في 9 ب36. تعالى ناخد المشترك، هنا 9 وهنا 9، وهنا 18 وهنا 18، وهنا 3 في 12 ب36، معانا 3 في 9، وهنا هتبقى 27 معانا، ومعانا 36، 4 في 9 هنا وهنا. خلاص، ناخد الخمسة والأربعة، مضاعفات الخمسة والأربعة. الخمسة زود 5، ادي 5، 10، 15، 20، 25، 30. وتعالى ناخد مضاعفات العدد 4، 4 زود 4، ادي 4، 8، 1 في 4 ب4، 2 في 4 ب8، 3 في 4 ب12، 4 في 4 ب16، 4 في 5 ب20، 4 في 6 ب24، 4 في 7 ب28. تعالى ناخد المشترك، هنا بسم الله، هنا 20 وهنا 20، هنا ممكن تاخد ال40، ال40 هتقبل على الخمسة، اولها صفر هتقبل على الخمسة، تبقى من مضاعفات العدد 5، وتقبل على الاربعة. ممكن كمان ناخد، لو خدنا ال50، 50 هتقبل على الخمسة لكن مش هتقبل على الاربعة. هناخد ال60 برضو مش هتقبل على الاربعة، لا هتقبل 60 على الاربعة، هتديني 15، 15 في 4 نجرب كده، 15، ال4 في 5 ب20، صفر معانا ال2 فده 4. تمام، يبقى ال60 هتقبل. خلاص، ممكن ناخد ال100، 100 تقبل على 4 تقبل على 5. تعال ناخد مضاعفات العدد 4، 4 خلاص احنا جبنا ال4 لسه كاتبينها اهيت. خلاص، ناخد مضاعفات العدد 6 بقى في الجنب هنا، ال1 في 6 ب6، وال2 في 6 ب12، وال3 في 6 ب18، وال4 في 6 ب24، وال5 في 6 ب30. وناخد المضاعفات المشتركة، هنا 6 هنا مفيش، هنا 12 هنا 12، يبقى ال12. وعندي كمان من مضاعفات العدد 4، ال24، دي ال24. وعندنا كمان من مضاعفات العدد 4، احنا جبنا لحد ال24 اصلا ما كملناش. طيب نكمل هنا
احنا بنقول مضاعفات العدد 6. 5 في 6 ب30، 6 في 6 ب36، 6 في 7 ب42، 6 في 8 ب48، 6 في 9 ب54. نكمل مضاعفات العدد 4، زود 4. احنا قلنا 4 في 7 ب28، 4 في 8 ب32، 4 في 8، 5 في 8 ب40، 5 في 8 ب40، مفيش هنا 40. 5، احنا قلنا 5 في 8، ليه 5 في 8؟ احنا بنقول في الاربعة، 4 في 8 ب32، 4 في 9 ب36، عندنا 36 موجود، يبقى اخد 4 في 9 ب36. وندخل على الاختيار، بقول لي اختر الاجابة الصحيحة. من المضاعفات المشتركة للعددين 2 و3 معا؟ عدد الخمسة هيقبل على الاتنين، لا اول على التلاتة. ستة هيقبل على الاتنين وهيقبل على التلاتة، اتنين في تلاتة بستة. تسعة هيقبل على التلاتة، والسبعة مش هيقبل هنا وهنا. اي من ما يلي ليس مضاعف، مش مضاعف مشترك لعددين 2 و9. هنا 36 هتقبل على الاتنين علشان عدد زوجة، هتقبل على التسعة. اربعة في تسعة ب36. 54 عدد زوجي هيقبل على الاتنين وهيقبل على التسعة. 27 هيقبل على التسعة، 3 في 9 ب27، لكن مش عدد زوجي مش هيقبل على الاتنين. كل من ما يأتي مضاعف مشترك للعددين 4 و5 معا ما عدا، كل ده مضاعفات للأربعة والخمسة ما عدا، أنا مش عايزة المضاعف للأربعة والخمسة. الأربعين موجودة في الأربعة والخمسة. التسعة هنا لأ، التسعة غير ما هيش مضاعف للأربعة وللخمس. خلاص. العشرين 4 في 5 اصلا ب20 هتبقى مضاعفتها، والستين هتقبل على الخمسة وهتقبل على الاربعة. من المضاعفات المشتركة للتلاتة واربعة مع بعض، عايزة التلاتة والاربعة مع بعض. هنا الخمستاشر هتقبل على التلاتة، مضاعف مشترك مع للتلاتة والاربعة. هو عايز الخمستاشر هتقبل على التلاتة لكن الاربعة لا. عشرين هتقبل على الاربعة لكن التلاتة لا. اربعة وعشرين، التلاتة في تمانية واربعة في ستة. التلاتين هتقبل على التلاتة لكن الاربعة لا. وندخل على السؤال اللي بعده. سؤال رقم خمسة، العدد نقط مضاعف مشترك للستة وللسبعة. الاتناشر للستة لكن السبعة لا. اربعتاشر، الاربعتاشر للسبعة لكن الستة لا. الاتنين وتلاتين، الستة لا هتقبل على السبعة لا. الستة في سبعة ب42، يبقى ال42. كل من مئات المضاعف مشترك للأربعة والتمانية ما عدا، مش عايز المشترك للأربعة والتمانية مع بعض. التمانية دي هتقبل على التمانية وهتقبل على الأربعة. الستاشر هتقبل على الأربعة وتقبل على التمانية. العشرين أربعة في خمسة لكن تمانية في ايه؟ مفيش. أربعة وعشرين هتقبل على الأربعة، أربعة في ستة، والتلاتة في تمانية وأربعة وعشرين. ندخل على الصفحة التانية. اكتب كل من مئات مضاعفات العدد 2 حتى التلاتين. نبدأ هنا بقى بمضاعفات العدد 2، زود 2، الواحد في 2 ب2، 2 في 2 ب4، وابدأ بالصفر كمان. 2 في 2 ب4، 2 في 3 ب6، 2 في 4 ب8، 2 في 5 ب10، 2 في 6 ب12، 2 في 7 ب14، 2 في 8 ب16، 2 في 9 ب18، 2 في 10 ب20، 2 في 11 ب22، 2 في 12 ب 24، 28، 26، 28. مضاعفات العدد 3، زود 3، 0، 3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9، 3 في 4 ب12، 3 في 5 ب15، 3 في 6 ب18، 3 في 7 ب21، 3 في 8 ب24، 3 في 9 ب27، اخرنا ال30. ده كده مضاعفات العدد 2، وده مضاعفات العدد حتى ال30. يبقى نكمل ال30، هو عايز لحد ال30. وهنا 28 زود هتبقى 30 برضه. مضاعفات العدد 5 حتى ال30، ومضاعفات المشتركة الاتنين والتلاتة والخمسة حتى ال30. تعالى ناخد مضاعفات العدد 5. كده احنا جبنا ال2 والتلاتة وهنجيب الخمسة وناخد المشترك بقى ما بينهم. مضاعفات العدد 5، زود 5، خد الصفر معاك طبعا، هنا بس الأماكن صغيرة شوية. ادي الصفر، 5، احنا مضاعفات العدد 5 زود 5، 10، 15، 20، 25، 30، لحد ال30. عايزة بقى المشترك ما بينهم، عايزة المشترك ما بينهم.
طبعا الصفر او لك الصفر مشترك كل الايه المضاعفات اصلا، تمام. ايه اللي اشترك بقى بين الاتنين والتلاتة والخمس؟ يقبل على الاتنين وعلى التلاتة وعلى الخمس. طبعا هنا التلاتين، عند التلاتين هتقبل على الاتنين، اولها عدد زوجي، وهتقبل على التلاتة وهتقبل على الخمس. المضاعفات المشتركة اتنين واربعة وخمسة واقل من تلاتين. الاتنين والاربعة والخمس، عايزة اعداد تقبل على عدد اتنين وعلى عدد اربعة وعلى العدد خمس. اول حاجة عشان يقبل على اتنين، اي عدد زوجي هيقبل على اتنين، والصفر عدد زوجي، تمام. والخمسة لازم يكون اوله صفر. طيب الاربعة بقى ايه فكرة الاربعة؟ الاربعة لازم يكون رقم الاحد والعشرات صفر عشان يقبل على الاربعة، او يكون عدد يقبل القسمة على الاربعة، تمام. يبقى احنا في الحالتين احنا بندور على عدد اوله صفر. هناخد الصفر مضاعف مشترك لكل الاعداد، تمام. عايزة بقى حاجة اولها صفر تقبل على كل الكلام ده. اولها صفر، لو خدت العشرة هتقبل على الاتنين والخمسة، لكن مش هتقبل على الاربعة. فناخد العشرين، العشرين هتقبل على الاتنين وعلى الخمسة وعلى الاربعة. طيب ناخد الاربعين، لا هو عايز اقل من تلاتين، خلاص مش هنكمل. المضاعفة المشتركة بين الاتنين والتمانية والتلاتة الاقل من تلاتين. عرفنا امتى تقبل على الاتنين مضاعفات العدد اتنين؟ لما يكون اولها عدد زوجي. طيب عندنا التلاتة تقبل على التلاتة لو مجموع الارقام بيقبل على التلاتة، يعني لو جمعت الارقام بتاعته يقبل على التلاتة. تعالى ناخد الاول الصفر، تمام. هنا عايزة اعداد تقبل على التلاتة والتمانية والاتنين. تعالى ناخد مثلا، بسم الله، لو خدنا الاتناشر هتقبل على اتنين وعلى التلاتة، لكن التمانية لا. طيب العشرين هتقبل على اتنين فقط. طيب الاربعة وعشرين، اربعة وعشرين هتقبل على الاتنين وعلى التلاتة وعلى التمانية. يبقى صفر والاربعة وعشرين، لو زودنا هو عايز اقل من تلاتين، يبقى كفى. ندخل على السؤال اللي بعده. اقرأ ثم أجب. منبهان يدق إحداهما بانتظام كل ساعتين، ويدق الآخر بانتظام كل 3 ساعات. فإذا كان المنبهان قد دق معنا الساعة 12، ففي أي ساعة دقان معنا لأول مرة بعد ذلك؟ هنجيب مضاعفات العدد 2 ومضاعفات العدد 3. ساعتين يعني 2، زود 2 4، 2 4 6 8 10 10 10 12 14 16 18 20. خلاص كفاية لحد ال20. ناخد مضاعفات العدد 3، ادي 3 زود 3، الواحد في 3 ب3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9، 3 في 4 ب12، 3 في 5 ب15، 3 في 6 ب18، 3 في 7 ب21، 3 في 8 ب24. هنا بقى هو بيقول لي دق الساعة 12، اولنا كان الساعة 12، ده اول مرة دق فيها، في اي ساعة دقان معانا لاول مرة بعد ذلك؟ هنا 18 18. خلاص يبقى هيدقوا في الساعة كام؟ عند الساعة 18. 18 ده بتبقى الساعة كام؟ 18 تبقى الساعة كام؟ تبقى الساعة 6. بنعد من كام؟ من بعد ال 12، ما بنقولش بقى واحدة، بدل ما بنقول واحدة بنقول 13 و14 و15 و16 و17 و18، يعني الساعة السادسة. السادسة. ونشوف السؤال اللي بعد. صندوق بقى عدد من الكرات ينحصر بين 40 و60، فإذا كان عدد الكرات هو مضاعف للعددين 4 و7 معا، فما عدد الكرات بالصندوق؟ مضاعف مشترك للأربعة وللسبعة. نجيب مضاعفات الأربعة وللسبعة ونشوف. الأربعة هنبدأ بالأربعة بعد الأربعين، زود أربعة 44، زود أربعة 48، زود أربعة 52، زود أربعة 56. تعالى بقى نجيب مضاعفات العدد 7. مضاعفات العدد 7، بسم الله، 7 في 7 ب49. ناخد 6 في 7 ب42 الأول. 42 زود 7 49، زود 7 56. خلاص فما عدد الكرات بالصندوق يبقى آخرنا كان 56. خلاص هو بيقول لي اعداد بتنحصر بين الاربعين والستين، وكانت الكرة عدد مضاعف العددين 4 و7، فانا جبت مضاعفات العدد 4 و7 اللي محصورة ما بين الاربعين
والستين. الأربعين خدت من أول 44، وفي العدد 7 خدت من أول 42، يبقى عدد الكرات بالصندوق 56 كرة. خلاص ندخل على السؤال اللي بعده. ادي 56 كرة. سؤال 3، إذا كان عدد التلاميذ بأحد الفصول هو عدد ينحصر بين 30 والأربعين، وكان عدد التلاميذ هو مضاعف لعدد 2 ومضاعف لعدد 3 في نفس الوقت، فكم يكون عدد التلاميذ بالفصل مضاعف لعدد 2 و3؟ هنجيب الاتنين وتلاتة اللي بين 30 والأربعين. تعال نجيب اللي بين 30، هنزود 32، 34، 36، 38. ده كده خلاص مضاعفات الاتنين. تعال ناخد التلاتة، 33 أولك، 33، 36، 39. طبعا آخر حاجة اشتركوا فيها اللي هي 36، يبقى 36 تلميذ، 36 تلميذ. ونشوف سؤال 4. سؤال رقم 4، أوجد المضاعفات المشتركة بين 1 و9. عايز المضاعفات المشتركة بين 1 و9. طيب بيقول لي هنا لو جبت مضاعفات العدد 9، 9 هتزود 9 تبقى 18، زود 9 27، زود 9 36، زود 9 45. كل الأعداد مضاعفات العدد 1. كل الأعداد مضاعفات للعدد 1. وندخل على سؤال رقم 5، أوجد المضاعفات المشتركة بين 4 و5. مضاعفات المشتركة بين 4 و5. طبعا عشان يقبل على 4، أول رقمين يكونوا صفرين، أول رقمين يكونوا صفرين، أو يقبل عدد يقبل على 4. طيب أنا محتاجة اللي في صفر ليه؟ علشان هيقبل على 5. علشان يقبل على 5 هيكون أوله صفر، يبقى أنا هاخد الأعداد اللي أولها صفر. هناخد 20 هتقبل على 4 وهتقبل على 5. لو خدنا 30 هتقبل على 5 لكن مش هتقبل على 4، فهاخد 40 هتقبل على 5 وعلى 4، وهاخد كمان 60 هتقبل على 5 وعلى 4. أوجد أول مضاعفين مشتركين بعد الصفر للستة وللتسعة. للستة أول مضاعفين للستة، الواحد في 6 ب6، 2 في 6 ب12، 3 في 6 ب18، 4 في 6 ب24. تعال ناخد 9، الواحد في 9 ب9، الاتنين في 9 ب18. يبقى أول مضاعفين عندي اللي هما الصفر والإيه، عندي أول مضاعفين بعد الصفر ومش عايز الصفر خلاص. طيب نكمل هنا كمان شوية. هنا قلنا 6، 4 في 6 ب24، 5 في 6 ب30، 6 في 6 ب36. ناخد هنا بقى الاتنين في 9 ب18، التلاتة في 9 ب27، الاربعة في 9 ب36، عشان هو عايز مضاعفين. هاخد 18 وهاخد 36. وندخل على سؤال فكر. في سؤال فكر ما العلاقة بين اي عدد ومضاعفاته؟ وضح اجابتك بمثال. اي عدد ومضاعفاته حاصل ضرب اي عددين، اي عددين هضربهم في بعض هو مضاعف، هو مضاعف مشترك لكل منهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلت مثلا 5 في 7 بيساوي 35، 7 ده عامل والخمسة ده عامل، يبقى العدد 35 ده مضاعف مشترك للسبعة وللخمسة. السؤال اللي بعده، اوافق او لا اوافق؟ يقول علي أن العدد 36 هو أحد المضاعفات المشتركة للأربعة والتسعة معا، هل توافقوا؟ طبعا أوافق. الأربعة في 9 ب36، يبقى هنا الأربعة من مضاعفات 36 ومضاعفات العدد 9. خلاص ندخل على الاختبار. اختبر نفسك، اختر الإجابة الصحيحة. عدد أولي مجموعة عوامله 14، هناخد 13 ونفكها لحاصل ضرب 1 في 13، لما نجمع عواملها هتدينا 14، يبقى كان العدد 13. المضاعف المشترك للعددين 5 و6، 5 في 6 ب30، يبقى الخمسة دي مضاعف لـ30، 30 ده مضاعف لـ5 والست للستة.
المضاعف المشترك للاتنين والخمسة، اضربهم في بعض، الاتنين في خمسة بعشرة. سؤال رقم أربعة، ايه من الأعداد التالية ليس مضاعف مشترك لستة والتسعة؟ ليس، تمام. تعال نجرب، الستة وتلاتين دي الستة في ستة في ستة وتلاتين، أربعة في تسعة ستة وتلاتين، تمام. أربعة وخمسين، ستة في تسعة بأربعة وخمسين، سبعة وعشرين، لأ سبعة وعشرين مضاعف للتسعة لكن للستة لأ. العدد عشرين من مضاعفات العدد، أوله صفر هيبقى من مضاعفات العدد خمس، أوله صفر أو خمس. العامل المشترك لكل الأعداد الواحد، الواحد هو عامل مشترك لكل الأعداد. عدد له عاملان فقط، عدد له عاملين فقط يعني أولي ومجموعهم 24، خد ال 23 وفكها، واحد في 23 اجمعهم هيدوني 24، يبقى ال 23. السؤال اللي بعده سؤال 3، العدد اللي جميع عوامله واحد، خد الأول رقم وآخر رقم، الواحد في 20 ب20 وجرب الاتنين في 10 ب20، 4 في 5 ب20، يبقى العدد هو 20. سؤال 4، أصغر عدد أولي فردي، أولي فردي التلاتة. سؤال رقم 5، أول مضاعف مشترك خلاف الصفر عددين 4 و5، 4 و5 لكن يكون أوله صفر، خلاص. الخمسة هناخد مثلا العشرة، لأ العشرين، العشرين هتقبل على الخمسة وتقبل على الأربعة. المضاعف المشترك لجميع الأعداد اللي هو الصفر. سؤال 7، عوامل العدد 21، اف ايه بيديني 21؟ الواحد في 21 والتلاتة في 7 ب21، تلاتة في 7 ب21. ندخل على سؤال 8، مضاعفات العدد الاتنين اقل من 10، ابدأ بالاتنين، ابدأ بالصفر، اقل من 10، 0 2 4 6 8، ماحناش واخدين العشرة لان هو قال لي اقل. الاعداد الاولية الاقل من 10، الاعداد الاولية بنبدأ بالاتنين والتلاتة عدد اولي، الاربعة لا، الخمسة عدد اولي، الستة لا، السبعة عدد اولي. المضاعف المشترك للاتنين والخمسة الاقل من 25، اتنين وخمسة ندور على حاجة اولها صفر، ابدأ بالصفر. هنا عندي العشرة هتقبل هنا وهنا، عندي العشرين هتقبل هنا وهنا، التلاتين هتقبل هنا وهنا، بس هو عايز اقل من 25 فانا اقف على كده. عين ميم الف للعشرين وللتلاتين، ادي العشرين وادي التلاتين، امسح دي وادي التلاتين. العشرين اربعة في خمسة، خمسة اولي والاربعة مش اولي بفكوا اتنين في اتنين. التلاتين خمسة في ستة، الستة مش اولي بفكوا اتنين في تلاتة. ايه اللي اتكرر هنا وهنا؟ الخمسة والاتنين، الاتنين في خمسة بعشر، يبقى عين ميم الف عشر. عين ميم الف للخمسة وعشرين والخمسة وتلاتين، ادي الخمسة وعشرين وادي الخمسة وتلاتين. نفك الخمسة وعشرين، خمسة في خمسة ودي اولي ودي اولي، خمسة وتلاتين، خمسة في سبعة ودي اولي ودي اولي. اللي اتكرر فوق وتحت الخمسة، يبقى عين ميم الف عندي الخمس. المضاعف المشترك للخمسة والسبعة اقل من 100، خمسة وسبعة، خمسة عايزة اوله صفر، خد الصفر معانا ده مضاعف لكل الاعداد، تمام. نجرب بقى حاجة تانية، اولها خمسة علشان تقبل على الخمس. بسم الله، عندي الخمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، هتبقى ده مضاعف مشتركة له، لما اضربهم في بعض العوامل بتاعتها مضاعفة مشتركة له. وعندي كمان السبعة في عشرة بسبعين، هتقبل على الخمسة علشان اولها صفر، السبعين. كده الحمد لله احنا خلصنا كل اسئلة الدرس الرابع ان شاء الله. الفيديو القادم هناخد اخر درس في الوحدة، الدرس الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.